ودلوقتي معادنا مع الإثارة والتشويق. دلوقتي معادنا مع مش عارف أقول ألعاب خفة اليد ولا أقول فقرة الساحر. خلينا رحب بضيف وضيفكو وهو الشاب المصري إبراهيم المصري. أهلا بك إبراهيم. أهلا بك يا أستاذ. تحب أعرفك بإيه بقى؟ إبراهيم صاحب مهارة خفة اليد ولا إبراهيم الساحر؟ لا خليها خفة يد أحسن. خليها خفة يد أحسن؟ خليها خفة يد. آخر الحلقة نحكم بقى. تمام. طيب خليني أقول لك بلاش نتكلم كتير، خليني أقول لك بلغة الناس بقى، ارمي بياضك. على طول. على طول كده. يعني يعني قدم السي في بتاعك للناس المشاهدين. تمام. حضرتك أنا اسمي إبراهيم المصري، لاعب خفة. أول لما بدأت الموضوع، يعني الموضوع بادئ معايا من زمان، من بدري شوية. يعني تقريبا من رابعه خمسه ابتدائي بدات لعبه كوتشينه في الثانيه، بعد كده بتبدا تشتري كتب، بعد كده بتبدا تبتكر خدع. الموضوع بيبتدي معاك تدريج كده بس لحد بقى ما قعدت مع حضرتك دلوقتي. طب يعني ارمي بياضك بقى، ورينا هتعمل معانا. طيب بيارك. اعمل حاجه افتتاحيه كده. افتتح كده. طيب انا معايا هنا كوتشينه. تمام. الكوتشينه كلها عاديه. انا الكاميرا خليك معايا، خليك بصيتي واشتغل عادي خالص. طيب الكوتشينه كلها عاديه. تمام. تمام. انا هلم الكوتشينه. تمام. وعايز حضرتك تختار اي كارت من الكوتشينه، يعني حضرتك المس اي كارت منها، حط صبعك على اي كارت منها. اختار اي كارت. ماشي. تمام. احفظه حضرتك ما تقوليش عليه. تمام. حفظته؟ حفظته. تمام. ممكن حضرتك تحطه في الكوتشينه وتفهمه. تمام. تمام. حضرتك عارف الكارت بتاعك باللون بالرسم كل حاجه. تمام. تمام. طيب انا ورا حضرتك كارت، هو ده كارتك. هعمل كده، هو ده كارت حضرتك. كان سبعه. انت متاكد؟ ما كانش سبعه. طب السبعه متاكد؟ متاكد. طيب السبعه ايه؟ فلتت منك يا ابراهيم. طب معلش. لا لا لا، مش ده الكارت بتاعي. طيب السبعيات حضرتك كارتك تقوله ولا ما تقولوش؟ اللي حضرتك عايزه. انا كارتي كانت 9 للسبيد. طيب شوفوا حضرتك، شوف السبعه. شوف اخرتها معاك يا ابراهيم. هو الكارت. ماشي يا ابراهيم. اللي بعده. انت في معاك في كمك كروت؟ لا انا عشان مركومي. ايوه، عشان زي ما بيقولوا كده نشتغل على ميه بيضاء. تمام. طيب انا معايا كوتشينه. تمام. الكوتشينه كلها عاديه اهي. تمام. عايز حضرتك تختار اي كارت حضرتك عايزه. اختار اي كارت. ماشي. تمام. ممكن حضرتك توقع عليه كمان. توقع حضرتك. تمام. هات حضرتك الكارت. انا هفنط. بص كده حضرتك، هو ده كارت حضرتك. ست قلب. مش بقول لك ما كانش ست. لا. طيب الست ايات انا هاخدها. ده حضرتك شفافه ولا فيها حاجه؟ لا شفافه. وريني الكاميرا. شفافه. تمام. طيب انا هحط السته جوه. تمام.
دي كام؟ 6000. تمام تمام. طيب حضرتك عارف كارتك صح؟ مظبوط. طب كده الكاميرا معايا صح؟ تمام. طيب انا ههز الستة بالراحه. تلاقي حضرتك الكارت بيختفي ويظهر حاجه تانية. مظبوط. وري الكاميرا. سلام. توقيع. نحتفظ بقى بالكارت بتاع توقيع حضرتك ده. طيب يا ابراهيم، بس هو سؤال بقى، انت عايز تقول لي ان دي خفه يد؟ اه خفه يد. يعني انت لوحدك؟ اه انا لوحدي. انت متاكد ان انت لوحدك؟ انا متاكد. انا مش متاكد. طب نعمله حاجه بعيد شويه عن الكوتشينه؟ ماشي. طيب بص لحضرتك. انا معايا ناس دي تمام ودي. طيب ممكن حضرتك تتاكد ان الجراب ده ما فيهوش اسطوانات ولا في جراب تاني ممكن اخبي فيه حاجه؟ لا فاضي. فاضي. ممكن حضرتك تطبقه كمان وتوريه لي؟ لا فاضي مظبوط. تمام. ما انا طالما قلت فاضي خلاص يبقى تمام. اهو. طيب انا معايا سي دي، ممكن حضرتك السي دي ده يخش من هنا؟ لا مقفوله. مقفوله. تمام. طب ممكن حضرتك يخش من هنا؟ لا مقفوله برضه. مقفوله. طب ممكن حضرتك يخش من هنا؟ مقفوله برضه. طب ممكن من هنا؟ مقفوله برضه. متقفله من جميع الجهات. طب ممكن حضرتك تحط السي دي عندك هنا؟ ادي السي دي. تمام. السي دي اهوت. تمام. ودي مستحيل السي دي يخش هنا. انا بقى هحاول ادخلها. واحد اثنين ثلاثة. لا معلش اديها لي بقى. ايه بص حضرتك هديها لك اهي. بص حضرتك السي دي ينفع يخش من هنا يعني يختفي من هنا ويرجع في الظرف تاني في الجراب تاني؟ معاك انت ينفع. طب بص حضرتك الكاميرا معايا صح؟ واحد اتنين تلاتة. وتقولي لوحدك؟ لا دي قوية دي. لا ما في أقوى جاي. لا لسه في تاني؟ في أقوى جاي. كمل إبراهيم. طيب نعمل بقى حاجة حظك بعيد عن خفة إيد خالص والخدع والحاجات دي. نحاول نعمله حاجه زي قرايه افكار او حاجه. ماشي كويس جدا. هنا بقى انت هتقع بقى. طيب انا معايا هنا زي حاجه زي هسند عليها كده. تمام. استاذ هنا هيكتب عليها. وانا معايا واحده زيها. تمام. خلاها قدامي. تمام. حضرتك ممكن تاخد قلم معايا. ماشي. تمام. خد حضرتك اي قلم. اوكي هاخد الاسود. تمام. وانا هاخد الاحمر. تمام. انا معايا هنا دفتر مكتوب فيه اسماء دول. تمام. الكاميرا معايا مكتوب السعوديه، سوريا، مصر، تركيا، سنغافوره، لبنان، فرنسا، اوروبا، المغرب، اسبانيا، كلها اسماء دول مختلفه. تمام. انا هحط الدفتر كله اهوت. انا هحط الدفتر ده في ايد استاذ هاني. ممكن حضرتك تحطه في ايدك كده. تمام. وايدك التانيه اقفل عليه بس. تمام. تمام. عايز حضرتك تفتح الدفتر تحفظ دولة وتوريها للكاميرا وتقفل الدفتر على طول. وريها للكاميرا. انا مش هشوف. تمام. تمام. ممكن بعدك تقفل الدفتر؟ اتفضل. تمام. دفتر اهوت. عايز حضرتك تكتب اسم الدولة اللي عندك وانا هحاول اعرف الدولة دي. تمام. اكتبها حضرتك. كتبتها. تمام. اقفل بقى حضرتك البتاع ده. خليه بقى قدامك. ماشي. تمام. فكر حضرتك باسم الدولة. أنا خلاص فكرت وكتبت وعارفها و... تمام. وحافظها و... أنت اللي هتكتب؟ أنا اللي هكتب. فكر حضرتك في اسم الدولة. خلاص أنا فاكرها. وفي دماغي وحافظها. لا طالما انت عملت كده يبقى صح.
لسه. طيب ماشي. انا خلصت. وانا مخلص من قبل. تمام. حضرتك لا انت اللي هتفتح الاول بقى. ايه انت اللي هتقول لا حضرتك تفتح الاول جايز تكون غلط. حضرتك اخترت دولة ايه؟ افتحها ورا لهم كده. انا اخترت الدولة دي. هولندا. هولندا. انا كنت اعرف ان حضرتك تختار هولندا. اتضفر من كل دول. كنت ممكن حضرتك تفتح على اي دولة. تمام. وانا برضو كتبت هولندا. طب عرفتها ازاي بقى دي؟ انت كده بقى دخلت في افكاري وعرفت ان انا كتبت هولندا؟ ولا حد قال لك؟ هو مين اللي هيقول لي؟ اكيد المخرج مش هيقول لي. لا ده مش المخرج خالص. انا هعرف لك اسم اللي قال لك دلوقتي. لو حضرتك عرفته خده. طب لو انا عرفته اقول لك اسمه على الهوا؟ اه خده. طيب مش اتفقنا. عندك ايه تاني؟ طيب ممكن مثلا جينا. شينا كلها وقت. عادة من تاني. طيب. الكوتشينا كلها مختلفة. تمام. عايز حضرتك تختار أي كارت منها. اختار أي كارت. حط صبعك على كارت. أي كارت براحة. بص حضرتك الكوتشينا كلها حضرتك محتار. اختار أي كارت أول. الكوتشينا أهيت. اختار أي كارت. احفظه. احفظه. ماشي تمام. وريها حضرتك بالكاميرا. تمام. حط حضرتك الكارت بتاعك. طب بقول لحضرتك ايه؟ وانا ممكن اشوف الكارت. عايز تشوفه؟ اه. طيب احنا كده كسبنا ايه؟ ما انا هقول لحضرتك دلوقتي. خمسه سبيد. تمام. تمام. الخمسه سبيد اهيت. خمسة سبيد اهيت. طيب. واحد اتنين تلاتة. وديتها فين؟ بص حضرتك كارت اختفى؟ اوعى تكون جبتها في جيبي. لا 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 كارت اختفى. بلاش بالحركات دي يا ابراهيم. حضرتك انا هفرد لك الكوتشينه وتقول لحضرتك كارتك كان حاجة من دول ولا لا؟ كارتك كان حاجة من دول؟ لا خمسة سبيد خلاص. تمام. احنا بندور على خمسة سبيد. حاجة من دول؟ لا. وديت الخمسة اللي سبيت فين يا ابراهيم؟ أنا معايا مفاجأة؟ الخمسة هنا. وأنا ممكن أفتح البوكس ده أطلع منه خمسة؟ إيه ده؟ دي برتقانة. استنى معلش وريها لي بقى. معلش وريها لي. شوف حضرتك تمام. طيب برتقانة ايت سليمة. اه تمام. بص حضرتك ممكن حضرتك تقطعها زي المانجا كده يعني كأني فيها نوى جوه او حاجه. فهمت. ما تضغطش الاخر بس. ايوه بس انا خبير مانجا خلي بالك. تمام. حد يجيب لي منديل بسرعه. ارفع بقى حضرتك. مفيهاش حاجه. ارفع حضرتك. اشيل. شيل. ارفع. ارفع. لا لا ده انا بحييك بقى يعني. سقفوا لابراهيم يا جماعه. انت عملت كده ازاي بقى؟ قول لي بقى. خمسه سبيد. خمسه سبيد تمام. دي كده ازاي بقى؟
عايز تقول لي ان دي خفه يد؟ خفه يد. لا اصل انا مسكت البرتقانه لا فيها جرح ولا فيها فتح، دي برتقانه سليمه. مين اللي هيدخل جوه البرتقانه ويحط الكارت يا ابراهيم؟ انا. خفه يد. طب انت زارعها مثلا وحاطط فيها الكارت؟ لا مش زارعها. طب حتى لو انت زارعها انت عرفت منين ان انا هختار الخمسه دي؟ حضرتك لمست اي كارت؟ انا لو قلت لحضرتك ما تبقاش سر بقى. طب نعمل حاجه تانية؟ نعمل حاجه تانية. انا بحب اللعبه دي الصراحه. طيب ممكن الكاميرا تجيب معايا الكوتشينه؟ طيب ممكن حضرتك تقول لي الارقام؟ ده كام؟ 3 تريس. الكرو قصدي. تمام. قول لحضرتك الارقام اللي حضرتك هتشوفها. تمام. 3 1 شايب 10. تمام كده الكاميرا جايه. تمام تمام. الكوتشينه كلها عادية؟ تمام تمام. ممكن حضرتك تقول لي ستوب في أي وقت؟ ستوب هنا؟ أكمل ولا كفاية؟ كمل. ستوب أكمل ولا كفاية؟ عايز تقول إيه بقى؟ براحتك حضرتك. عايز تاخد كارت؟ براحتك. حضرتك هتاخد كارت بس أكمل ولا كفاية هنا؟ لا كفاية هنا. تمام حضرتك احفظ الكارت وريله الكاميرا وما تقوليش عليه. تمام. حط حضرتك الكارت. لا احطه هنا عادي. لازم هنا؟ عادي. طب انا عايز احطه هنا، اشيل كده واحط. ما انا هتشوف حضرتك انا عامل ايه دلوقتي. طيب الكارت اهوت والكوتشينه كلها عليه. ماشي. ممكن بقى حضرتك تقول له ستوب في اي وقت؟ ستوب هنا؟ اه هو ده كارت حضرتك. 8 هارت. طب ممكن حضرتك تقول له ستوب تاني؟ ماشي. ستوب. شوف حضرتك. تعالى عادي. طب تاني. طيب الثمانية اهي. تمام. قول حضرتك ستوب. ستوب. تاني. هنا؟ تاني اهو. برضو؟ طيب قول حضرتك ستوب تاني. ستوب. تمانية. طيب. الله. طب انا ههريك ستوب بقى. طب مع ان الكوتشينه كلها عاديه. طب انا ههريك ستوب. ستوب. لا اهو. لا الكوتشينه كلها هنا عاديه. كلها تمانيات؟ لا 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 الكوتشينه كلها عاديه. تمام. حضرتك الفكره انك كل ما بتقول ستوب هنا مثلا الكارت بيجي ازاي؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجه. كوتشينه اهي. ده كام؟ ده التلاته الكرو. تمام. التلاته اهيت بقت كام؟ بقت التمانيه الهارت. تمانيه. الكوتشينه اهيت هعمل لها كده. الكوتشينه كلها بقت 8. بقت 8 هارت. الكاميرا جابتها؟ الكوتشينه كلها بقت 8. ده كل ده عشان انا اخترت ال 8 هارت؟ طب لو انا كنت اخترت البنت الهارت اي حاجه كنت هتختارها حضرتك كانت الكوتشينه كلها هتبقى بنت. أيوه. الهارت برضه؟ ايوه. طيب خس يا ابراهيم. انت لسه عندك حاجات تاني؟ في كتير. يا ترى عندك ايه يا ابراهيم؟ طيب فيها تقريبا حاجات وقعت مني. ممكن اجيبها؟ هات هات براحتك، ولو عايز تقوم تجيبها قوم جيبها عادي. تمام. انا هفنط. انا معايا هنا كوتشينه مكتوب عليها عملات. ريال، البيزو، تمام، يورو. تمام. كلها عملات مختلفة. الجنيه، روبل، الدرهم، كلها عملات. تمام. كوتشينة كلها مختلفة. تمام. عايز حضرتك تختار أي ورقة. اختار حضرتك كده ورقة. اختارها كده عشوائي؟ ولا أنا عايز عملة معينة أدور عليها؟ لا اختار حضرتك أي ورقة عشوائي، ولا أنا أعرفها ولا حضرتك تعرفها، أي ورقة عادي. تمام. احفظها ورا لهم حضرتك. لا سبحان الله. شفتوا طلعت ايه؟ ارزاق بقى. خلاص؟ تمام. طب حد معاه عملة؟ معايا. عايز اي عملة؟ عايز عملة؟ اي عملة. عايز عملة ورقية يعني؟ ورقية. عايز 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا حضرتك 10 5 100 200 اي حاجة.
خد 10 يعني. تمام. دي كام؟ العشرة ايات؟ طيب ممكن حضرتك تفتح ايدك؟ دي كام؟ دي 10 جنيه. تمام. العشرة ايات؟ تمام. ممكن حضرتك تقف ايدك عليها؟ ايه في ايدك على 10 جنيه؟ تمام. خلي ال 10 جنيه كده في ايدك؟ تمام. حضرتك اخترت عملة ايه؟ انا اخترت، هي مش اخترت، هو حظي جه في الدولار. الدولار. حضرتك معاك قد في ايدك؟ 10 جنيه. طيب 10 جنيه؟ 1 2 3 افتح حضرتك ايدك. لا مش دي ال 10 جنيه. مش دي ال 10 جنيه، دي 100 دولار. طب يا ابراهيم دي 100 دولار بجد؟ ايوه حقيقيه. حقيقيه؟ حضرتك بص هتلاقي الخط بتاعها اهوت. تمام. ولو رفعتها كده حضرتك هتشوف رسمه الدولار وال 100 جنيه مكتوب. طب وال 10 جنيه فين يا ابراهيم؟ خلاص بقى اختفت. ما هي ال 10 جنيه في ايدك اهي. طب في فلوس تانية يا ابراهيم ممكن تحول دولارات بره بقى. طيب حضرتك انا معايا هنا كتاب. تمام. حضرتك ممكن تاكد ان الكتاب ده صفحاته مختلفه؟ انت الاول انت جايب الكتاب ده منين؟ اشمعنى؟ هو الاول الكتاب ده اسمه ايه؟ طلاق الارواح. مش بقول لك انت مش لوحدك. لا هو رومانسي والله اهو. طلاق الارواح في الحب. في الحب والله. تمام. طيب حضرتك الكتاب ده اتاكد ان صفحاته مختلفه. صفحاته مختلفه؟ طب اسمح لي. تمام. صفحاته مختلفة بس في صفحة مقطوعة. تمام. صفحة مقطوعة. طيب ممكن حضرتك تحفظ أي رقم صفحة؟ أحفظ رقم صفحة؟ يعني اعتبرني حفظت رقم صفحة. ماشي خلاص. تمام. أوكي. حفظت رقم صفحة؟ تمام. قول له ستوب بس في أي وقت. ستوب؟ احفظ رقم الصفحة؟ نفس رقم الصفحة. تمام. ده رقم الصفحه اللي حضرتك حفظته صح؟ طيب انا بعمل ايه حضرتك؟ انت مثلا بتحفظ رقم صفحه انا بحفظ اللي قصادها، يعني حضرتك مثلا لو حفظت ديت فانا بحفظ دي. تمام؟ فعلشان يبقى في مصداقيه في الموضوع انا جبت كارت مكتوب عليه المصري ماجيك اللي هو اكونت الانستجرام بتاعي، حاجه اكون بس معلم بيها. حضرتك ممكن تقول له ستوب في اي وقت؟ طب ستوب كده؟ تمام هنا؟ تمام. ممكن حضرتك تحفظ رقم الصفحه ما تقوليش عليها؟ اوكي. تمام. كاميرا ممكن تجيبها؟ يعني كده جايه؟ تمام. ماشي. خلاص خلاص اخترت رقم. تمام. ممكن حضرتك تحط ايدك على الكتاب ده؟ تمام. طيب انا حضرتك كنت اعرف صفحه الكاميرا اللي حضرتك هتختارها؟ لا. تمام. عايز حضرتك تتخيل ان انا خدت الكتاب من تحت ايدك وفتحت الكتاب وخدت رقم صفحه قطعتها وخبيتها في اي مكان. ده ممكن يحصل؟ الصفحة اللي انا اخترتها الاخيرة. ممكن تحصل؟ حضرتك شفت رقم الصفحة قدامك. شفتها. تمام. حضرتك الصفحة مين اللي بيزق ايدي ده؟ حضرتك رقم الصفحة اللي اخترتها كام؟ 129. طب حضرتك ممكن تفتح كتاب على صفحة 129؟ وديتها فين يا كريم؟ شوف حضرتك الأول. لا موجودة. موجودة؟ لا لا دي 139. ايه ده؟ الصفحة دي كانت موجودة، أنت قطعتها وديتها فين؟ طيب ممكن حضرتك توري الكاميرا من الصفحة؟ دي الصفحة اللي أنا اخترتها، دلوقتي مقطوعة. حد شاف، حد شاف إبراهيم وهو بيقطعها؟ طيب دي الصفحة 129. 128 أهي موجودة سليمة على عزب، وأدي 129 مش موجودة. طيب حضرتك أنا عايز الصفحة بقى. طيب حضرتك الكتاب قدامك. تمام. وحضرتك انت اللي فكرت في صفحه او انت اللي قلت ستوب عند صفحه معينه وحضرتك حفظتها. تمام. الصفحه راحت فين؟ حضرتك كنت شايفها دلوقتي صح؟ ايوه موجوده. وحضرتك اتاكدت ان الكتاب كله صفحاته مختلفه. بالظبط. طيب حضرتك انت لو وقفت شلت الشلطه اللي وراك هتلاقي ظرف في الصفحه اللي حضرتك لسه شايفها حالا. استنوا بقى يا محمد يا سمير،
حد دخل في الديكور قبل ما ادخل هوا. طب تعالى لي بقى، تعالى لي بقى، تعالى لي بقى. حضرتك لو شلت ده احنا هنشيل دي، المفروض ان احنا هنلاقي ظرف. تمام. ادي ظرف، ادي ظرف. صفحة 129. حضرتك ممكن تطبقها بالكتاب؟ ايوه، هات لي بقى كده الكتاب ديت بقى اللي اتاكد ان هي صفحتها ولا لا. طب انا جاي بقى يا محمد بعد اذنك. رقم الصفحة اهي. تعالى بقى كده. بالظبط. ينفع ترجعها تاني؟ ولا المرة الجاية؟ المرة الجاية. طيب. الله. طب احنا يعني لا سمعنا تقطيعة الورقة ولا شفنا حد جه حط ظرف، مين اللي حط الظرف ورا الفوتيه؟ خفة ايه؟ انت ايدك ما طلعتش الفوتيه اساسا. الله. طيب حضرتك ممكن تجيب لي موبايلك؟ طيب ومقفول، مقفول عادي. اتفضل. طيب. الموبايل اهوت. انا هفتح الآلة الحاسبة. ممكن حضرتك تفكر في رقم من 1 لـ1000، اي رقم حضرتك يخطر في بالك. كام حضرتك؟ 999. 999. في. طيب ممكن حضرتك تفكر في اكتر لاعب كرة حضرتك بتحب رقمه كام؟ 10. في حد بيرن. كنسل. ايه اقفل عليه دلوقتي. حضرتك رقمه كام؟ 10. 10. 10 في. طيب قول لي كده حضرتك اخر 3 ارقام في رقم موبايل حضرتك. 3 صفار. 1 2 3 في. هو الايفون ما بيكتبش صفار. طيب حضرتك ممكن تقول لي اكتر رقم حضرتك بتحبه؟ 3 سبعات. 3 7. في. طيب حضرتك ممكن تقول لي، حضرتك ممكن تقول لي مثلا شهر ميلادك؟ 7. في. يوم ميلادك؟ 7. 7 في. طيب انا اعرف ناتج الارقام اللي هتطلع دي كام؟ لا. طيب حضرتك ممكن تكتب رقم انا ما اعرفوش، اكتب رقم حضرتك كده انا ما اعرفوش واضغط يساوي. ماشي. اضغط يساوي. تمام. ظهر ناتج. ظهر ناتج. كبير؟ كبير طبعا. ممكن توري لي الكاميرا وانا هنزل تحت عشان ما اشوفوش؟ تمام يا ابراهيم. تمام. حضرتك ممكن تفكر في الرقم الاولاني؟ الرقم الاولاني من الشمال؟ تمام. الرقم الاولاني كان 7. مظبوط. طيب الرقم الثاني 0. مظبوط. 0. مظبوط. 8. مظبوط. 9. مظبوط. 0. فاضل لك رقم 0. مظبوط. طيب ده نتيجة الآلة الحاسبة. انا هجيب هنا كوتشينة. ايوه. خليها حضرتك عشان نكمل كده بس. مكملين. تمام. كوتشينات كلها مختلفة. تمام. ممكن حضرتك تختار اي كارت وخلي الموبايل في ايدك، اي كارت، اي كارت. ماشي. تمام. ما توروش الكاميرا. ماشي. حط حضرتك قدامك احفظه بس. اوكي. تمام. طيب حضرتك ناتج الآلة الحاسبة ده 7 0 0 8 9 0 0. تمام. حضرتك الكارت اللي حضرتك سحبته ده ما توريهوش لحد، علشان لو اتحط قبل الارقام هيبقى رقم مدير القناه. رقم مدير القناه؟ لحظه بقى كده. ايوه. حضرتك استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد. بتصدق صح؟
ده فعلا حضرتك ممكن اقول لو قلت الشبكه لا لا خلاص خلاص يعني زيرو كام خلاص احنا عرضنا كده الرقم الاولاني لا خلاص خلاص هو انت بتتكلم صح. حضرتك اللي اخترت الارقام انا اللي اخترت الارقام بس رقم تليفون رئيس القناه يا محمد. مظبوط. طب انت لوحدك؟ انا قاعد مع حضرتك اهو. تعرف حد اسمه وازع؟ وازع؟ لا ما اعرفش وازع. هو ده؟ يعني متاكد؟ متاكد. تعرفوش؟ متاكد. تعرفوش. ولا هو يعرفك؟ مش عارف. طيب طيب اخر خدعه اخر لعبه. طيب طب بس محتاج حضرتك حد يساعدني. حد يعني حد يجي. طيب. حد يجي جدا محمد الامير بعد كده. مين وازع ده؟ مش عارف. على فكره هنقوم نقف ماشي. حد يجي لنا؟ يعني انت عايز تقول لي ان كل ده عبارة عن براعة وخفة يد كله دون تدخل غير البشر؟ كله خفة يد. يعني انت معكش جن؟ لا معيش جن. محمد بعزت انت اللي جاي؟ تعال تعال يا محمد. ده انا لو وريته طبعا. انت جيت لقدرك يا محمد. طيب طب ممكن اقوم بقف؟ قوم. تمام. طيب ممكن حضرتك تقف؟ انا كمان؟ اه ممكن اقف ماشي. طيب ايوه بالظبط كده بس ايوه بس تمام. ممكن حضرتك تغمض عينك؟ تمام. ممكن حضرتك تركز عشان ممكن المسك في اي مكان؟ ماشي. تمام. الكاميرا معايا؟ تمام. طيب ركز حضرتك. تفتح؟ لا لا ركز حضرتك. حضرتك انا لمستك فين؟ هنا. كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب فتح حضرتك. انا ما لمستكش، انا لمسته هو. انا دي ما شفتهاش، الكلام ده صحيح؟ ما لمستكش، هتسأل مخك. انا ما لمستكش. الكلام ده صحيح؟ أنا لمسته؟ أنا لمسته؟ ما هو مش أنت اللي لمستني طبعًا. والله ما لمست حضرتك. مش أنت اللي لمستني طبعًا. ممكن حضرتك تشوفها في القعدة. أشوف. شكرًا يا محمد علي. أنت فعلًا كنت بتلمس محمد في نفس المنطقة؟ أيوه. اسألهم حضرتك. أمال مين اللي كان بيلمسني بقى هنا؟ مش عارف. مش هتقول قبل ما نمشي؟ في حاجة تانية ممكن تعملها؟ حضرتك مثلا عايز آخر حاجة؟ آخر حاجة. طيب. يعني أنت قدرتك في الفلوس إن أنت تحول الجنيه لدولار بس؟ لا بحولها حضرتك أي عملة. أي عملة حضرتك بتختارها. يعني ممكن تحول لي دلوقتي دينار كويتي؟ ما عملنا واحدة بس عادي. يعني حضرتك لو كنت اخترت دينار كويتي كنت حضرتك هحولها لك يعني عادي. أنت ما بتعملش غير واحدة بس؟ إيه؟ بعمل خدعة مرة. طيب. طيب حضرتك ممكن تختار أي كارت؟ دي اخر حاجه صح؟ ماشي تمام. ممكن حضرتك طيب حضرتك ممكن توريك الكاميرا؟ طيب تمام ماشي خلاص تمام خلاص واضح يا عزم. تمام. ممكن حضرتك تجيب الكارت؟ طيب. تمام كارت اهوت. طيب الكاميرا معايا؟ كاميرا معايا صح؟ حضرتك فكر في الكارت بتاعك؟ فاكره. كارت حضرتك. هو هات شوية يا عزب. تلات. مظبوط. هو ده كارت حضرتك. شفت الورق بيتحرك معاك كده بحركه مغناطيسيه، انت ايدك فيها مغناطيس ولا اهو ايه ده؟ ينفع تعملها تاني طيب؟
اعملها تاني؟ آه. طب حد ممكن يجيب لي نظاره؟ نظاره؟ هاتولي نظاره. اي نظاره؟ نظاره شمس تنفع؟ اي حاجه. هاتولي نظاره شمس. تمام. هو موقف بقى؟ أنا بنقف كمان؟ لا 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 أنا بس اللي بنقف. آه أنا بقلق منك لما بنقف. لا لا لا, لا. أنا بس اللي بنقف. لما أشوف المشهد بتاع اللمس ده. تعال تعال يا حمد. دي نظارة مين؟ طيب. تمام. النظارة إيه؟ واحد اتنين زي ما هي هتقلبت لوحدها. ايه ده؟ ايدك التانية؟ طب ابراهيم انت المهارات دي يعني اتعلمتها امتى يعني؟ والله الموضوع بدأ معايا زي دي ممكن اقول لك خفة يد. ليه انا؟ النضارة دي انا ممكن اقول لك خفة يد. ليه اقلبها كده؟ تقلبها وتشيلها في الهواء وبتاع ممكن اقول لك خفه يد ممكن. انما البرتقانه الظرف اللي فيه حاجه دي مش خفه يد يا ابراهيم. دي مش خفه يد. لا خفه يد. يعني مش عايز تعترف؟ خفه يد والله. الموضوع كله بيبقى موضوع تمرين، تمرين وسرعه انك بتتدرب على الحاجه دي من فتره. ايوه حاجة. انت يعني تدريب ايه اللي يخليك وانت قاعد هنا تحط لي ظرف ورايا وفي صفحه وتتقطع الصفحة بعد ما شفناها سليمة؟ دي مش خفة يد، ده كلام تاني. كل حاجة حضرتك بيبقى لها سر. أنا لو قلت لحضرتك السر يبقى الخدعة باظت. لا طبعا أنا مش عايز منك سر طبعا. بس يعني سرك هو الموضوع بيبقى تمرين. تدريب. سرك كبير يا إبراهيم. وسرك كبير يا إبراهيم. أنا بشكرك. ربنا يخليك. وممكن نكون مع بعض في حلقة تانية. أنت عندك حاجات تانية غير اللي أنت قدمتها؟ كتير كتير. لا لا والله ما جهزت حاجة. يا سلام. والله ما جهزت حاجة. لا لا لا. دي حاجات كده جبتها سريعة. ثقتك بنفسك. ربنا يخليك. خلاص إن شاء الله هيكون معنا حلقة تانية إن شاء الله، وهنشوف فيها بقية المهارات بتاعتك إن شاء الله، ويا ترى هتكون خفة يد بجد ولا حاجة تانية. خلينا نشكر إبراهيم المصري. شكرا جزيلا يا إبراهيم. ألف شكر. ربنا يخليك. صاحب مهارات خفة اليد. ربنا. وأيضا بشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. يتجدد بكم اللقاء والحلقة القادمة من الطريق الثالث لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم. إلى اللقاء.